دراسات علمية أكدت أنه نحن منكذب ومنتعرض للكذب من 10 ل 200 مرة باليوم ولو كانت كذبة بيضاء. Do you understand? Yes. الغرباء عن بعضهم بكذبوا بأول لقاء بمعدل 3 كذبات خلال أول 10 دقائق. Did you just call me a liar? الرجال بكذبوا 8 مرات أكثر من النساء للإستعراض بس. أما النساء فبتكذب أقل من الرجال إما لحماية الأشخاص أو لحماية نفسهم. All day. Dinner with Fred. Dinner alone. Watching TV alone. All right. المتزوجين بيكذبوا على بعض بمعدل كذبة بين كل 10 محادثات. I'm not gonna lie to you. So long. دراسات بتأكد إنه الناس لما يبالغوا بالكذب والإنكار بيحاولوا يحكوا بصفة رسمية ويتركوا فراغات بين الكلمات. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. لما نكذب خاصة تحت الضغط منرمش من 5 ل 6 مرات بسرعة مريبة. البعض ممكن يضغط على الشفاه بسبب جفاف الفم الناتج طبعاً عن الكذب. بعض الناس ممكن يحمر وجههم بسبب الكذب لأنه ضغط الدم ارتفع بالإضافة للتعرق. وضع اليد على الرقبة من الخلف إشارة مهمة للكذب.